لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تضغطوا على اشتراك أو سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ولو عجبكم الفيديو ياريت لايك وشير عشان الكل يستفيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايب قلبي جيجي، يا أحلى وأجمل بنات في الدنيا. النهاردة هنعمل وصفة جميلة لتبييض البشرة، ده غير إنها بتفتح البشرة بتسد المسام. وصفة جميلة جدا يا بنات، من الوصفات الجميلة اللي بتعمل ترطيب للبشرة ومغذية للبشرة. الوصفة دي ممكن تستخدميها برضو للرقبة عشان تعملي توحيد للون. يلا بينا نقول مكونات الوصفة ونعملها مع بعض. اول حاجة انا هحتاجها النهاردة في الوصفة بتاعتي زي ما احنا شايفين بياض بيضة، ده بياض بيضة يا بنات زي ما انتم شايفين كده، ده بياض بيضة. وهحتاج معايا معلقتين من النشا او الكورن فلاور، وبرضو هحتاج معايا معلقة كبيرة من الزبادي او الروب او الياغورت. طيب انا هبدأ بقى اعمل المكونات دي كلها، هبدأ اعملها مع بعض ونشوف هنعملها ازاي ونستخدمها ازاي. هنجيب الطبق بتاعنا وهنبدأ نضيف كل المكونات على بعض. اول حاجة هبدأ اضيف بياض البيض زي ما انتم شايفين كده اهو. قبل ما اضيف على بياض البيض اي حاجة هربه كويس جدا، هبدأ اقلبه كده عشان اربه كويس جدا. ادي البيض معايا يا بنات بعد ما ربيته بقى معايا بالشكل ده، شايفين؟ يعني انت ابدأي رب البيض الاول، ابدأي حركيه كده جامد علشان تحصلي على القوام ده بالشكل ده كده. طيب بعد كده هبدأ اضيف الزبادي. بعد ما ضفت الزبادي برضو هبدأ اقلب المكونات كده مع بعض بالشكل ده. هضيف اخر مكون وهو النشا او الكورن فلاور، وهنقلب كل المكونات بقى مع بعض بالشكل ده علشان احصل على قوام كريمي. هتشوفيه دلوقتي رائع جدا جدا يا بنات، شايفين؟ وعلى فكرة يعني بياض البيض مش هيبقى ليه اي ريحة بعد ما ضفنا عليه الزبادي وضفنا عليه الكورن فلاور او النشا. ادي القوام بتاعي اللي انا محتاجاه للوصفه بتاعتي زي ما انتم شايفين كده. هبدا بقى استخدم الماسك بتاعي ده ازاي. هغسل بشرتي طبعا كويس جدا بالماء الدافئ، وهبدا افرد الماسك ده على بشرتي، هسيبه على البشره من تلت ساعه لنص ساعه. وهتفرديه على البشرة وتكوني في حالة استرخاء. لو انت برضو عايزة تستفادي اكتر بالماسك ده، هتجيبي المناديل من المناديل كلينكس ديت اهي زي ما انت شايفة كده. المناديل دي هنعمل فيها ايه؟ بعد ما تحطي الماسك على بشرتك هتحطي المنديل ده على بشرتك كده، ويعني تحطيه على خدك وعلى دماغ يعني على قرطك كده. عايزاكي تفرديه خالص على بشرتك. بعد ما تفردي الماسك ده على وشك هتحطي المنديل دوت وتسيبيه. طبعا المنديل هيتبل من الوصفه، هتسيبيه وتبقي في حاله استرخاء وتسيبيه خالص لحد نص ساعه. هتبداي تشيلي المنديل وتشيلي الماسك وتغسلي بشرتك بالماء البارد وترطبي بشرتك بميه الورد او مكعبات التلج. الوصفة دي جميلة جدا جدا، هتبصي تلاقي بشرتك ناعمة وبياض، وان شاء الله بإذن الله تكون فعالة معاكي حبيبي. دي كانت الوصفة بتاعتنا، يا رب تعجبكم وتستفادوا بيها. اذا عجبتكم الوصفة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو عشان تشجعوني، وما تنسوش تشتركوا في القناة، وشاركوا الفيديو على جوجل بلس، على الواتساب، على فيسبوك، واستنوني ان شاء الله في وصفة جديدة. لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تضغطوا على اشتراك أو سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ولو عجبكم الفيديو ياريت لايك وشير عشان الكل يستفيد.